لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إخواني الكرام، لا أرى الوضع راه صعب. ما بعد كورونا ليس مثل ما قبلها. والله كاين قوى راح تأكل القوى اللي عندها ثروات، وتأكل الدول اللي عندها ثروات. ما كانش حاجة تحصن الدولة كيما ثقة الشعب، كيما التحام بين الشعب والسلطة. والشعب لا يمكن أن يلتحم على سلطة إذا كان ما عطلهاش المشروعية، وإذا كان ما يصدقهاش، وإذا كان تكذب عليه، وإذا كان ما شافش منها الخير، يشوف منها غير الوعود. لازم يشوف منها البارود، لازم يشوف منها الأفعال وليس الأقوال. لذلك الدولة تكون هشة في أمنها القومي عندما يتزعزع الأمن الاجتماعي، الأمن الثقافي، الأمن الديني، الأمن الفكري، الأمن العسكري، وكل كثير من هذه الأمور. عندما تتزعزع البلد راهي ضعيفة، راهيش ما يكذبوش عليك كيوروا لك شرائط والصواريخ وطائرة وكذا وكذا وكذا. والله العظيم مثل ما كان عملوا في عهد صدام حسين لما غزات أمريكا، هم يبثوا حتى ظهروا مباشرة في فندق فلسطين الجيش الأمريكي في الساحة الخضراء كما سموها بعد. إذن إخواني الكرام، قلوبنا راهي على الجزائر. أنا والله العظيم ما تعبونا هنا يوميا، نحن نشرح لكم قلوبنا على الجزائر. أنا لا أخاطب من الناس هذه المؤدلجة والمبرمجة عبارة عن أجهزة ولا عبارة عن أشخاص، أنا ما نتكلم على هذا. هذا مأجورين يتلقوا في أجرهم بسندويتش يجي سب. والله مرة تواصل معايا واحد يعمل في مكان لا داعي لذكر اسمه، كلف، وهذا الشخص لدي معها صلة رحم، كلف باش يجي يدير علي حملة يسب لي والدي، حتى راح المسؤول قال له يا ولدي هذا راه قريبي ما نقدر نسب له والدي، شوف واحد غير. ما هي هكذا الدول تبنى هكذا. هذه دولة ديمقراطية، تعددية حزبية، تعددية، فيها آراء، فيها المعارضة. إذا كان صح نختلف، أنا ننتقد نقول هذا الشيء مش مليح، أنت قول هذا مليح وإثبت باللي راهو مليح، دير خير. نقول لك أنا هذا الطريق راح يدي الهاوية، كون أنت في حل وصلوا إلى حاجة مليحة وتبين باللي راني نهرس، مش تتفرغ لي تسبني أنا والبلاد رايحة الهاوية. راك مثل واحد يسوق في طوموبيل وقاعد تعارك معايا وانا راكب معاك والطوموبيل رايحه بينا وبعد تتقلب بينا في زوج، راهي نتهلكوا في زوج. والله العظيم، والله انصحكم ايها الجزائريون، والله نصحتكم من قبل، ولو ترجعوا كثير فيديوهات قديمه في 2006 و2007 في فضائيات، كنت نقول لكم في ذلك الوقت راه بوتفليقه مدي البلاد الهاويه، وكنتوا تسبوا فيا. مش كل يعني البعض يسب فيا، نفس الاشخاص الان لما نقول لهم بهذه الطريقه راكم مدينها الهاويه. انتم اللي يحب الرئيس الشيء اللي داروه معاه راه ما يدارش مع رئيس دوله، واللي يحب الجيش الشيء اللي يدير فيه راه يسيء للجيش. الجيش حقق مكسب كبير في المرحله الماضيه مع القيد صالح، ما تضيعوش، والله ما تضيعوش بهذه الممارسات. والله الجيش تعرف، كنت نسافر منه ونلتقي مع ناس ونعرف إعلاميين ومثقفين في كثير من الدول، والله اللي نتكلم معاه يقول لي والله انبهرنا من الجيش الجزائري، شيء عظيم. يقول لي عندكم جيش لا يتكرر، من الصعب في العالم الثالث تجد جيش مثل هذا ما يقتل الشعب. والله العظيم حتى جلدي يقشعر مني من الفخر والاعتزاز، وهذه مؤسسة عسكرية لبست البذلة نتاعها يوم. خلونا الآن رحنا هالمكسب هذا العظيم اللي حققته داخليا وخارجيا، تجوا تضحوا به، تخلوا ذراري تم توظيفهم في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الحكومة يعبثوا بهذا المسار. إذا كان شنقريحة يدير كيما القايد صالح، يجي هالتواريس هذم يهز جدهم يطيشهم في الحبس على الشيء اللي يدير فيهم، والله له التحية العسكري. كاين كلام كثير راح نقولوه يجب أن يقوم به الرئيس، لن أقوله الآن، ننتظر إن شاء الله يرجع ويبدأ يمارس مهامه. عندي ما رايح نقوله، وإذا ما دارش الشيء اللي رايح نقوله له عليه، عليه أن يؤمن بأننا لن نعد معاه في هذا الطريق. خلاص انتهى المسار اللي أيدته ومن قبل، بالنسبة لي نراه انتهى، رح نبدأ في حاجة جديدة، لأنه ما نشوفه فيها
أنا أنت يا مواطن جزائري أي شيء تأيده عندك قناعة معينة، لما تشوف هذا الشيء هذا اللي أيدته ما مشاش في الطريق اللي تحبها أنت راك تحبس. وثاني أيضا الجزائريين والإعلام أيضا، وسائل رسالتي لوسائل الإعلام، ارتقوا شوية، افتحوا المجال للآراء والآراء المختلفة. الناس عاد تهرب من مشاهدة التلفزيونات الجزائرية، تلجأ إلى اليوتيوب باش تسمع الناس، لأنها تعرف بأن الناس تتحدث لهم بصراحة، بيتحدث لها بصراحة وصدق، وأنتم ما تكذبوا عليه، جيبوا الآراء ناقشوا. يعني البارح طرحت سؤال، طرحوها لي جزائري، ما طرحتوش أنا، هل نشهد، هل هناك فراغ، هل تشهد الجزائر فراغ دستوري؟ أشبعوني سب في الفيسبوك، كيفاش تطرح في هذا السؤال؟ لأنه لو كان سمعوا حتى للفيديو فقط يعرفوا بأنني أقول الكلام الجزائر الرئيس سيعود، والرئيس لا لا المادة 102 لا تطبق، وأنا قايل هذا الكلام في الفيديو، لأنهم لا يشاهدون، لأنها جيوش مبرمجة عندهم أمر هذه الفترة تفرغوا الأنور مالك سبوه وروح. والغريبة أحيانا بلوكي واحد تلقاه ينشر أنور مالك بعدما أحرجته بلوكان، أما شو أحرجني؟ أنا ما عنديش وقت نضيعه مع تفاهات التافهين، هذه هي فقط. كين بلوكي واحد راني ما عنديش وقت نضيعه مع تفاهاته، واحد يراسلني يبعث لي رسالة إذا بلوكيته يعرف بأنه هذا كرد، لأنني لن أشرفه بكلمة، نخسر عليه بلوك باش ما يظلش يبعث لي ويظل التليفون يدير لي الإشارة. المهم إخواني بالمختصر المفيد، الوضع مؤلم، الوضع موجع، الأمر الآن ما عندي ما رايح نزيد، قلت الكثير، الآن ساعة ونص راهي بداوا الناس تملوا مني، وإن شاء الله راني كنت ضيف خفيف عليكم ومانيش ثقيل لهذه الدرجة. أنا والله راني نتكلم بصدق، راني لاني طالب جاه، لاني طالب منصب، لاني طالب حتى العودة للجزائر، هاني نقولها لكم. كثير يقولوا حاب ترجع الجزائر، يا ولدي راني ما أنا ولدي النهار اللي حبيت نشوفهم بعد 12 سنة شفتهم في مكة المكرمة. واحد يجي يقول لك راك مقيم في السعودية، يا أخي أنا أقيم في فرنسا، لست مقيم في السعودية وما نلت شرف الإقامة في السعودية، وهي بلد أنا حلم حياتي أقيم في المدينة المنورة على فكرة، وكانت تتاح لي هذه الفرصة والله لن أتأخر لحظة، وإذا رحت لها ثم وراح أهجر هذه السياسة. هذا وش حبيت نقول لكم إخواني، شكرا لكم جميعا، شكرا اللي شاركونا بتعليقاتهم الطيبة، اللي شاركونا بتعليقات أخرى عفى الله عنا وعنكم جميعا، ربي يحفظ بلادنا، وقلوبنا راهي على بلادنا، وبلادنا راهي والله العظيم، أنا دائما أقول مؤامرة ليست مطلقة، من يقول مؤامرة مطلقة راهو غبي، والأغبى منه اللي يقول ما كانش مؤامرة. الدول تتآمر على بعضها من أجل مصالحها، تكيد لبعضها، وأخطر مؤامرة عندما تستعمل فيها الأدوات الداخلية ومن داخل البلاد، وما أسوأ هذه الأدوات عندما تكون صاحبة القرار. هذا ما عندي أقول لكم، نتمنى يعود الرئيس سالما معافى، وعند ذلك نبدأ مرحلة جديدة، نبدأ مرحلة جديدة، لأننا لم نعد نقوى على الصمت ولا على تبرير ما لا يبرر، رغم أنني لم أبرر يوما أي شيء، عندما أكون الأمور نتفاداها ما نتحدثش عليها لأنها راح تترتب عليها أمور غير جيد في المراحل الحساسة، الآن مرحلة تقتضي مني الكلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.